قول لي بقى، وانت النهارده شريف فضيل كان بيلعب مساك، كان بيلعب باك رايت، انت دلوقتي خلاص بقيت مدير فني، الرؤيه اختلفت، فدلوقتي في اختيارات شريف عبد الفضيل او عينيه دلوقتي بقى بيوظف اللعيب كمان في الملعب في كذا مركز عشان يبقى عنده حل من الحلول، ولا الوضع عندك دلوقتي انت خاصه دلوقتي ده يعني مدير فني دلوقتي 2005 في النادي الاهلي؟ ده حقيقي. يمكن السنه اللي فاتت انا كده بقى لي 3 سنين في القطاع الناشئين في النادي الاهلي، اشتغلت سنتين مدرب، والسنه دي الحمد لله بقيت مدير فني لفرقه 2005. يمكن بعض العناصر حته برضو ان انت تكتشف اللعيبه في اماكن جديده غير مراكزها اللي متعودين عليها، ممكن لعيبه تبص عليها تلاقيها بتجيد اكتر في مكان انت بتختاره، لعيبه عندها امكانيات عاليه جدا، زي مثلا انت لقيت لعيب بيلعب باك ليفت فتيجي توظفه في الهاف ديفندر تلاقيه مختلف خالص، كويس، او جناح توديه جناح، او راس حربه، او كان سيرد باك، او كان فيرو ترجعه راس حربه، او العكس. كل دي عمليه دايما في المراحل بتاعه الناشئين ده انت اللي بتقدر تبني او بتحدد شخصيه اللعيب وامكانياته، بتبتدي كل سنه على فكره بيختلف مستواه وبيتطور، في لعيبه بتتطور ل 100% وفي لعيبه بتستجيب اكتر من 100% كمان، فبتقدر انت تتعامل مع توظيف اللعيب على حسب امكانياته. يعني دي متوقفه على العين اللي بتشوف. يعني انا اسامه الله السنه دي بالذات في ولد عندي اسمه محمد عبد الله في 2005 لعيب كويس جدا، بيفكرك بدي سيلفا بالظبط ما شاء الله، نفس الرجل دي، ده انا لقيته متوظف باك ليفت. وفي بدايه السنه لما كنا عايزين نصفي طبعا لقيته مستبعد وما بيلعبش، لان الباك ليفت اللي بيلعب لعيب كويس جدا، يمكن لعيبه كويسه اللي هو محمد فوزي، وكان في مارادونا كان بيلعب باك ليفت، فاللعيبه دي لعيبه كويسه وموجودين، ومحمد عبد الله ده كان معاهم ثالث. فكان من الناس اللي مرشحه انها تمشي، فجبت الولد بدات اشوفه مره واثنين وثلاثه في بدايه السنه، لقيته رجليه ممتازه. طب قلت ليه الولد ده ما جربوش في مكان ثاني، دخلته في قلب الملعب بقيت العبه تحت راس الحربه، كويس، بقى من اميز اللعيبه عندي في الفريق دلوقتي. يعني انت وظفته في مكان ثاني خالص وتم اكتشافه، الولد بقى لعيب هايل جدا بالنسبه لي ومن الناس الاساسيه كمان.